ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بيبلايدر لؤي. اليوم عندنا نزال بين الشجاع المتقد بلبل الهجومي للاعب شهاب مع تقنيات الإيفولوشن أتاك، وبلبل اللهيب الأسطوري البلبل المزدوج للاعب ماهر العين الحمراء. وطبعا رح نقيم الفريم خلال النزال ورح نعكس القطع ورح نغير اتجاه دوران اللهيب. فيلا نبلش الفيديو. الجولة الأولى 3-1 جو شوت جو شوت. اوكي ماهر العين الحمراء، اوكي شهاب صار هجومي، والجوله الاولى راح تكون لصالح 1-0 للهيب الاسطوري. اللهيب الاسطوري شجاع، اوكي شجاع حاليا راح يروح وياكل خطه من اللهيب. اوكي اثنين اجوا عند بعض، اوكي مفيش اي اول تصادم. في بيرس، ممكن في بيرس. اوه اوكي 1-1 صدقوني في كليكس. اوكي اللهيب 2 كليكس شكله طاروا منه، وبرضه الشجاع 2 كليكس طاروا منه. اللهيب خسر 2 كليكس والشجاع خسر 2 كليكس، اكدت اللهيب انهي الشجاع. اوه 2-1. اوه اوكي سوري الشجاع. يلا شهاب، اوكي كمان شوي رح نقيم فريم الشهاب، برضو رح نعكس دوران اللهيب. اوكي نقطة لشهاب، 2-2 تعادل. الشجاع المتقد اللهيب الاسطوري. اوه اوكي اللهيب عمل ضربة قوية بعدين ضعف، بس الشجاع حول الوضعية الهجومية. في خطأ هيك نقاط سوداء بالحلبة هدول من المطاط اللهيب درايفر. 3-2 الشجاع المتقد، ان شاء الله تكون النتيجة صح، انا عم بحسب فان شاء الله ما كنتش غلطان. يلا اللهيب اقدع الشجاع. اوكي بيرست فينيش لصالح اللهيب الاسطوري. اوكي بتوقع هو عمل بيرست وبعدين طلع خارج الحلبة فاخذ نقطتين، فالنتيجة هلا رح تصير 4-3 للهيب. الشجاع المتقد انطلق اللهيب الاسطوري. ممتاز. اوكي في كليكس عم بيصدقوني، في كليكس اصوات كليكس، هاي اللاير عم تتحرك عشان هيك عم بيصير في رجه وتباعد بيناتهم بعد الخطه، بس ما صار شي بيرس. نقطه للهيب 5-3. اللهيب الاسطوري شجاع. اوكي عم بتاخر شوي بالاطلاق ورا بعض بس عادي بحاول اعكس كل جوله. الاثنين دورانهم ضعف، هذاك صار هجومي وهذا اللهيب المطاط عم بخسر قدره على الاحتمال. نقطه للشجاع. أجهزة إطلاق توي برو لهيب اقدع الشجاع. يلا اخبطوا ايوه. اوه الشجاع طير وخارج الحلبة. لهيب الاسطوري مرة ثانية شجاع. اوكي نزل عليه اظن، يعني طوالي قدام الحيطة. الشجاع المتقد لهيب. لهيب ايوه اعمل بيرس للشجاع. لهيب خسر كمية كبيرة من دورانه، بس اوكي عمل بيرست فينش واخذ نقطتين بكل جدارة. اللهيب الاسطوري اوه يا رب ضل جوا الحلبة. اوكي اللهيب الاسطوري على فكرة شغلة عنه بخسر قدرة على الاحتمال بسرعة، لأنه المطاط بكون، لأنه البلبل بكون عم بيدور على جزء كبير المطاط، وأخذ كمان نقطتين بيرست فينش. هدول جولتين مش محسوبين، عم بيطلع لحاله. اوه الشجاع طلع بقوة. اوه خروج خارج الحلبة. يلا الشجاع المنتقد هاجم. اوه عمل بيرس للشجاع المنتقد. الشجاع المنتقد اخر محاولة. لهيب الاسطوري انهي الشجاع. اوكي اوكي خطاطه ما كان. كليكس. اوه خروج خارج الحلبة. يلا اللهيب. اوه زر زر زر. اوكي كمان اخر جولتين خلاص. اوه بيرس فينيش. الشجاع المتقد انهي اللهيب. يلا اقلع اللهيب.
فينش والفائز هو اللهيب الاسطوري جمع نقاط اكثر. حان وقت نقيم فريم الشجاع المنتقد. وهيك بنكون امنا فريم بلبل الشجاع المنتقد. هل راح يصير اقوى ام اضعف؟ الشجاع المنتقد اللهيب الاسطوري اللهيب يقضي على الشجاع. بيرس تعملوا بيرس يلا. اوكي هدوء. ايوه قدرة احتمال اللهيب. هجمات من الشجاع لوضعية الإيفولوشن أتاك ولكن من دون تأثير. انطلق يا لهيب الأسطوري الشجاع. أوكي أظن ممكن نقطتين للشجاع لأنه ضل الشجاع شوي بالحلبة قبل ما نفك اللهيب بعدين طلعوا تنين. يلا يا لهيب الشجاع. لهيب يلا. اوكي ونقطة للشجاع. لهيب اوكي الشجاع انحدر ترنح. ونقطة للهيب. اوكي مش محسوبة الشجاع. اوكي بيرست فينيش. اوكي نقطتين للهيب لانه هو اللي عمل بيرست اظن للشجاع قبل صح. والجولة الأخيرة الشجاع المنتقد اللهيب الأسطوري. مين راح يفوز من دون فريم؟ اوكي اللهيب الأسطوري عمل بيرست الشجاع بعدين هو انفك صح؟ اوكي هلا هاي الشغلة صارت مرتين انه اللهيب عمل بيرست للشجاع بعدين هو طوالي بعد ثانية او جزء من الثانية هو انفك. فنقطتين للهيب صح؟ بليز صححوني بالكومنتات اذا انا غلطان بس انا انه اللي شفته مو دبل بيرست شفته انه اللهيب اخذ نقطتين واللهيب هو الفائز مع فريم وبدون فريم. اما هلا حان وقت عكس اتجاه الدوران. اوكي لحظه اشوفه. اوكي هيك. اوكي اصح من لف بالعكس. هلا صار بالدوران اليساري. هلا المفروض ان ضرباته تكون اقوى وهلا بالدوران اليساري راح نقيم الفريم وبرضه راح نرجعها. الدوران اللي صاري برضه من دون فريم للشجاع. اوكي حركة مجنونة غريبة. الدوران اللي صاري غريب. اتجاه المعاكس. تعادل. الشجاع يلا اصمد وجه اللهيب. طبعا اذا انت جديد بهالقناة لا تنسى الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبنيه وفعل جرس التنبيهات عشان تكون اول واحد تحضر فيديوهات جديدة بس تنزل. اوكي لهيب ايوه خرب توازن الشجاع. استغل عدم وجود الفريم. تعادل مرة تانية بس لهلأ الشجاع عم بيفوز عنده نقطة تانية يعني. يا لهيب اثبت نفسك. ونقطة تانية للهيب. اخر جولة من دون فريم. لهيب اوكي واللي جمع نقاط اكثر هو بلبل الشجاع المنتقد بدون فريم بدوران يساري. هلا رح نرجع الفريم للشجاع المنتقد والبصل لثلاث نقاط اول هو الفايز بنعكس القطع ورجعت الفريم. الشجاع اوكي ضربات الدوران يساري من دون تاثير في الخصم. ممكن نقطة للشجاعة ممكن ما فيش ولا نقطة تعادل. لهيب النزال. اللهيب الاسطوري عم بيفوز بهالجولات. اللهيب الاسطوري الشجاع يلا اوكي واللي راح يفوز
ونقطة للشجاع. أوكي، بكل صراحة أنا ما كنت عم بحسب نقاط بشكل دقيق بكل الجولات وهيك، بس حسيت إنه الشجاع المتقد ببعض ال من دون فريم أو يعني باتجاه دوران معين كان يفوز، واللهيب كان يفوز ببعض ال اتجاهات يعني ببعض الوضعيات عرفته، بس اللهيب الأسطوري أقوى بالدوران اليميني، والشجاع كمان أقوى من دون فريم نوعا ما. وزي ما شايفين الحلبة قديش توسخت، تشوفوا الأسود هذا كله من المطاط، المطاط لما يحتك بالبلاستيك بيطلع ألوان وهيك. هلأ رح نعكس القطع ورح ضل بالدوران اليساري برضه، بعدين بنعكس القطع مع دوران يميني. فهون عنا الشجاع الأسطوري، أوكي شوفوا الدرايفر هذا أسنانه متوسطة، أوكي، وهون عنا اللهيب المتقد بالدوران اليساري. أوكي الخلطتين ما اظن كويسين، مش عارف، هلا نجربهم، يلا نجربهم. اوه سوري سوري، الاول ثلاث نقاط، اول هو الفايز 1-0 للهيب اليساري، اللهيب المتقد. يلا شجاع، اوكي اوه اللهيب، اوكي رح نعمل كمان جولة اضافية وبهاي الطريقة بكون فاز اللهيب. يلا الشجاع، اوه بهاي الحالة بتكون خلطة اللهيب المتقل بدوران يساري اقوى. هلا رح نحولها للدوران اليميني ونرجع لكم. ورجعت يمينية، اوه الشجاع المتقد جدا سيء بالدرايفر اللهيب الاسطوري. يلا شجاع اخدع اللهيب، حاول الشجاع الاسطوري، اوه في كليكس، هاي تقول لما يصير هيك ضرب يخبطوا بعض بعدين يبعدوا كليكس. شوفوا درايفر اللهيب الاسطوري مش كتير كويس مع اللايرز بشكل عام، زنبركه بكون ضعيف عرفتوا، فهاي هي الشغلة اللي عم بتضر البلبل. الجولة الأخيرة، فاللهيب المتقد هو الفائز بالدوران اليميني واليساري ضد الشجاع الأسطوري. أوكي فبكل صراحة توقعت أداء أفضل من اللهيب الأسطوري، بس النتيجة كانت متقاربة، وانا عملت جولات كفاية، المفروض انه انتوا عرفتوا الفائز، صراحة ما كنت احسب، بس ان شاء الله بوعدكم الفيديو الجاي راح احسب النقاط صح ونطلع الفائز بدقة. فشكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، اذا استمتعت حط لايك على هالفيديو واشترك بالقناة، وكمان ضيفنا على سناب شات وانستغرام وتيك توك، الروابط كلها بصندوق الوصف. بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.